السلام عليكم، ازيكم يا طلابي؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ مع بعض حل امتحان الفاينل. قبل ما نحل امتحان الفاينل، انا عايزة بس انبهكم على حاجة. محتاجين قبل ما تبصوا للامتحان الفاينل وتشوفوا ايه الأسئلة ونظام الأسئلة كان ازاي، عايزاكم الأول ان انتوا تذاكروا كل الويكس اللي مطلوبة منكم، وبعد ما تخلصوا مراجعة الويكس ابدأوا حلوا الامتحان لوحدكم، وشوفوا ايه الأسئلة اللي انتوا بتغلطوا فيها عشان تحددوا ايه الويكس اللي هو ضعيف معاكم شوية او محتاجين تذاكروه تاني وتأكدوا عليه تاني. وبعدين بعد ما تلاقوا الأسئلة اللي انتوا غلطتوا فيها وتفهموها كويس وتشوفوا انتوا غلطتوا فيها ليه، ابدأوا راجعوا الويكس اللي انتوا غلطتوا فيها، وبعدين ارجعوا حلوا الامتحان تاني، وان شاء الله الامتحان هيبقى بسيط. ومهم جدا تبصوا على أسئلة تختبر نفسك، لان انا حاولت على قد ما اقدر اجمع لكم كل الاسئله على كل ويك، فان شاء الله الاسئله مش هتخرج منها. تعالوا يلا نبدا سوا نحل سؤال سؤال. اول حاجه طالب مني ان انا احدد الاوتبوت بتاعت جمله البرنت اللي قدامي دي. طيب جمله البرنت فيها ايه؟ بيقول لي برنت إيه بوينت 02 زائد بوينت 04 ايكوال بوينت 06 ولا لا؟ طيب انا هنا عندي جمله البرنت هتطبع لي جزء او ريزلت معايا في التيرمينال، فالطباعه هنا عندي انا مش هطبع فاريبل او هطبع قيمه، ده انا فوجئت ان انا عندي عمليه حسابيه وفي كونديشن، في شرط في النص بيقول لي هل هي ايكوال الريزلت دي ولا لا. فطبيعي طالما انا لقيت في شرط كده عندي عمليه حسابيه في شرط في النص هل هي ايكوال نوت ايكوال اكبر من اقل من وقيمة معينة، أعرفه على طول إن الريزلت بتاعتنا يا ترو يا فولس، يعني مستحيل تطلع معايا بالناتج اللي هي 0.06 أو تطلع معايا ايرور، لأن إحنا عندنا السنتكس مفيش مشكلة. فطبيعي أنا استبعدت خالص أول إجابة وآخر إجابة، فاضل معايا ترو ولا فولس. أبدأ بص على النتيجة بتاعتنا 0.02 لما أجمع عليها 0.04 هل هيديني 0.06؟ هو فعلا هيديني 0.06، فمعنى كده ان الناتج بتاعي ان الجزء ده هيطلع لي 6 من 100. هل 6 من 100 ايكوال ال6 من 100؟ اه، فالمفروض ان الريزلت بتاعتي تبقى ايه؟ تبقى ترو. يبقى دي كده اول سؤال معانا، نركز في السؤال وناخد بالنا ونركز. طبعا انا لو عندي علامة ايكوال واحدة فده كده ايرور، ما ينفعش ان انا اعمل عملية حسابية بعلامة ايكوال واحدة. طيب تاني سؤال بيقول لو انا عايزه ابدا اشوف مثال على النيف ديت تايم. من اسمها النيف ديت تايم هو بيبقى شكله عباره عن ديت وتايم. طيب بيبقى ديت وتايم بس من غير اي زيادات، يعني من غير ما احدد مثلا اللوكيشن ولا احدد اي حاجه خالص. فمين هنا عندي في الاختيارات اللي عباره عن ديت وتايم بس؟ هاجي هنا الاقي اللي ده عباره عن ديت وتايم ومش واخد اي زيادات، يبقى هي دي الريزلت او الناتج بتاع السؤال بتاعنا. يبقى شكل النيف ديت تايم هو عباره عن ديت تايم قولي بس، ما بزودش فيه اي قيم تانية. طيب جه بعد كده يسألني على المودلز اللي بيبقى فري ريوردز. فاكرين احنا قلنا عندنا الثلاثة بتوع الليرنينج، الانواع بتوع الماشين ليرنينج بتوعنا اللي هو الانسوبرفايزد والسوبرفايزد والرينفورسمنت. طيب كنا واخدين ان المسؤول عن الريوردز اللي بتبدأ تظهر معايا فهو دوت الرينفورسمنت ليرنينج، لكن لو انا هتكلم على السوبرفايز فانا ببقى محتاج ان انا اعمل الان سوبرفايز، ببقى محتاج ان انا اعمل ليرنينج للماشين بتاعتي، لكن النوع التاني عكسه انا مش محتاج ان انا اعمل ليرنينج اعلمه، هو اوريدي بيتعلم من الداتا لوحده. طيب the environment او development environment in Bison called، الانفايرمنت اللي مسؤول عندنا في البايثون اسمها الانتربريتر. طيب ودي مسؤولة عن ايه تاني؟ قال ان دي مسؤولة عن او هي الجزء الاساسي اللي بيعملني run للبايثون اصلا، يعني ده بنسميه كده الانتربريتر، ده عبارة عن الاونلاين بايثون كومبايل او بايثون كومبايلر عامة. يبقى ده المسؤول، يبقى الانفايرمنت بتاعتي او الكومبايلر بتاعي ومين هو الانتربريتر، وده المسؤول على مين؟ عن الرن اللي بيحصل معايا. طيب جه بعد كده قال لي ايه التلاتة كاركترستيك الخاصة بالبيج داتا؟ ايه التلاتة اللي احنا قلناهم؟ احنا قلنا تلات انواع عندنا اللي هم الثري في. برافو، الثري في. ايه هم الثري في؟ الفيلوسيتي والفوليوم والفرايتي. ادي الثري في، يبقى الريزلت معانا الفيلوسيتي والفرايتي والفوليوم. الفيلوسيتي خاصة بالسبيد، الفرايتي اللي اسمها التنوع، خاصة بيه
اللي انا معايا داتابيز انواعها مختلفه زي ستراكشر او ان ستراكشر او سيمي ستراكشر، ايه الفوليوم خاص بيه، حجم الداتا اللي هو السايز بتاع الداتا. لحد الان الاسئله بسيطه خالص، وان شاء الله لو بصيتوا على الاسئله او بنك الاسئله اللي احنا عاملينه في اختبر نفسك هتلاقوا الاسئله دي كلها موجوده فيه، وان شاء الله بالنسبه للامتحان مش هيخرج عن الاسئله دي. بعد كده بيقول انا عايز فانكشن بتساعدني هيلب تو فايند ذا فيرجن اوف بايثون، ايه الكود او الجزء اللي انا ممكن اكتبه عشان يرجع لي نوع الفيرجن بتاع البايثون اللي انا شغال عليه ايه. المفروض هي من اسمها احنا قلنا بايثون وفيرجن، بس ليها سينتاكس معين، هل هي بايثون وفيرجن بالشكل ده ولا بالشكل التاني ولا التالت ولا الرابع ولا ايه بالظبط؟ قال الشكل اللي احنا بنتعامل معاه هو عبارة عن بايثون داش داش فيرجن، هو ده الجزء اللي انا بكتبه عندي بيساعدني عشان يحدد لي الفيرجن بتاع البايثون انا شغال عليه ايه، شغال على 3.2 3.1 2.4 على حسب الفيرجن بتاع البايثون ايه بيرجع لي الفيرجن بتاعي ايه. طب بيقول لي which of the following is keyword في البايثون، ايه الكلمه اللي keyword متخزنه عندي في البايثون وبستخدمها على طول دايركت وده ما ينفعش اسمي حاجه بالاسم بتاعها؟ الامبورت. فاكرين المديول اللي احنا بنعمله امبورت، كلمه الامبورت دي متخزنه عندي في البايثون، فانا من كلمات الكي ووردز اللي موجوده عندي في البايثون هي مين؟ الامبورت. ستورنج و ميجريتنج و بروسيسنج للداتا، مين المسؤول ان هو يخزن ويعمل بروسيس على الداتا؟ الداتا انجينير هو اللي مسؤول ان هو يخزن الداتا ويجهز للداتا عشان نبدا يعمل عليه، طبعا بيعمل عليه البروسيس ان هو يبدا يشيل الدوبليكيت يشيل النال فاليو ويبدا يجهز للداتا عشان ابدا استخدمها. طيب الداتا اناليست اللي هو يبدا يعمل ايه، هيطلع انسايتس من الداتا عشان يبدا ياخد قرار او ديسيشن معين. تو اكزيت لو انا عايزه الغي صفحه الهيلب بيج اللي موجوده عندي في البايثون، ايه الكاركتر او ايه الليترز اللي انا بكتبه عشان يقفل لي صفحه الهيلب بيج؟ ال هي من اسمها اكزيت، بس طبعا ما حدش يختار لي كاركتر او ليتر اي، لا هو الكاركتر اللي انا بستخدمه عشان اعمل اكزيت هو الكيو. which of the following is standard extension for Jupyter Notebook، لما احنا جينا نكريت ملف الجوبيتر هو بيتخزن عندي الامتداد بتاعه ايه، او اما بكتب له مثلا انا عايزه اخزن ملف اسم الملف مثلا تاسك واحد، تاسك واحد ده بيتخزن عندي دوت ايه، دوت بايثون ولا دوت بي ولا دوت بي ال واي ولا دوت اي بي واي ان بي. في الجوبيتر نوت بوك بيتخزن عندي دوت اي بي واي ان بي، ده الامتداد بتاع الجوبيتر نوت بوكس. في البايثون في الفيجوال ستوديو بيتخزن معايا عادي دوت بي واي، بس طبعا ما عنديش اي حاجه دوت بايثون ولا دوت بي ولا دوت بي ال واي، اللي احنا شغالين عليه الجوبيتر دوت اي بي واي ان بي، دي الاختيار بتاع الجوبيتر نوت بوك. لو جه قال لك الفيجوال ستوديو يبقى الفيجوال ستوديو دوت البي واي. ذا بارت ليت يو ران ذا كود، الجزء اللي بيخلينا رن الكود احنا لسه قايلينه مين؟ الانتربريتر. ممتاز، الانتربريتر هو اللي مسؤول او هو اللي يعتبر الكومبايلر بتاعي في الكود، فهو اللي مسؤول ان هو يبدا يعمل لي رن ويرني لي الكود بتاعي في البايثون. طيب البايثون ميديولز هي بتفيدني ليه، او انا بستخدم البايثون ميديولز ليه؟ فاكرين البايثون ميديولز اللي هي الامبورت، امبورت مثلا للايبراري زي الماس، الامبورتات بتاع الميديولز دي هل هي بتساعدني ليه؟ عشان هي سهله اقدر استخدم الراندوم نمبرز، طب ما هو اي لغه برمجه تقدر تخليني استخدم الراندوم نمبرز، لكن فايده الميديولز نفسها ايه؟ فايده الميديولز اللي هي بتعمل لي ايه؟ بروفايد، اهي بتبدا تديني ايه؟ بري بيلت فانكشناليتي اند فيتشرز، يعني فانكشن مبنيه اصلا انا بستخدمها على طول، انا مش محتاج ان انا اقعد ابني الفانكشن دي تاني، ده انا بعمل لها امبورت وابدا استخدمها على طول. which of the following declaration is incorrect، طبعا عشان اعرف declaration لما اجي اعرف اي variables احنا قلنا في شروط معينه، ايه ال variables دي؟ ال variables لما اجي اعرفها ايه الشروط بتاعتنا؟ اللي انا ما ينفعش ال variables يبدا عندي باي character، يبدا عندي باي علامات زي مثلا سلاش دوت علامه نسبه في الميه علامه اند، العلامات دي لا، المسموح اللي انا ابدا اللي انا اعرف بيه اي character عندي
او اي فاريبل عندي، اللي انا ممكن ابدا بعلامه الاندر سلاش الاندر سكور، اللي هي علامه الاندر سكور دي مسموح ان انا ابدا بيها عادي، وبعديها اي كاركتر وكمل زي ما انت عايز. طبعا الارقام ممكن عادي استخدم الارقام في الفاريبلز، بس بشرط ان هي ما يكونش اول حاجه، لازم يكون عندي اول حاجه يا اما سلاش يا اما ايه كاركتر اللي هو لتر. فطبعا هنا بدأ عندي بالاندر سكور وبعدين كاركتر، فده السنتكس كوريكت مفيش اي مشكله فيه. الاخير برضو بادئ بسلاش وبعدين الايه مفيش اي مشكله برضو، وهنا برضو بادئ عندي بسلاش ايه سلاش بي مفيش اي مشكله، ده كوريكت برضو. لكن لو جيت بصيت هنا بادئ عندي بي واحد واحد ايه، ده ما ينفعش، دي ايه الان كوريكت، لان الان كوريكت هنا خلاه ان هو يبدأ عندي بالواحد وبعدين إيه علامة السلاش أو الكاركتر اللي موجود عندي. لكن احنا قلنا ما ينفعش ان انا البداية بتاعتي تكون بالشكل ده. كومبليت بايثون ديفلوبمنت انفايرومنت بتساعدني عشان يبقى ايزي مانج للجرافيك يوزر والانترفيس، سواء انا شغال على الماك او الويندوز او الفون او التابلت. اللي بيساعدني عشان اقدر اتعامل مع الجرافيك يوزرز انترفيس دي كلها هو الاناكوندا. يبقى انا هنا عندي الاناكوندا هي كومبليت بايثون ديفلوبمنت. بيقول لي which of the following is correct extension of بايثون فايل. هنا بايثون فايل ما حددليش البايثون فايل دوت، هل هو من الجوبيتر ولا من الفيجوال ستوديو، فانا المفروض ان عندي اتنين صح، دوت بي واي ودوت اي بي واي ان اللي احنا قلناها بتاعه الجوبيتر اهي، اي بي واي ان بي دي الاكستنشن صح والبي واي. طبعا هنا عندي في الاختيارات ما فيش الا البي واي، فالاجابه بتاعتنا هنا هتبقى مين؟ البي واي. ان بايثون موست اوف ذا كود يو رايت ان از ان فين، الكود بتاعنا بيتكتم فين؟ في الاديتور، مكان الاديتور هو اللي بيساعدني عشان ابدا اكتب الكود بتاعي، من اسمه اديتور يعني انت بتبدا تكتب كود معين او بتبدا تكتب كلام معين، فاحنا هنكتبه في مين؟ في الاديتور. which module is used to work with dates و times، من اسمه عايزه اتعامل مع dates و time الاتنين مع بعض، يبقى انا هستخدم مين؟ المديول بتاعي ال date time. بدأ بعد كده بيقول لي انا عايزه احدد مين ال which of the following is correct variable name. احنا لسه قايلين في شروط، هل ينفع ان انا ابدا النيم بقص؟ لا. هل ينفع ابدا النيم برقم؟ لا. هل ينفع ابدا النيم بقوس زي ده؟ لا. فالكوركت فاريبل نيم الوحيد اللي هو مين؟ الاي. يبقى هي الريزلت بتاعتنا او السوليوشن بتاعنا ان الويتش اوف ذا فولوينج از كوركت فاريبل نيم اللي هو الاي. which or what character is used to represent a single space format in a string. لو انا عايز اعمل single space هو عبارة عن مين؟ على الدبل كوتيشن اللي احنا قلنا بنعمل دبل كوتيشن وجواه مسافة فاضية، هو اللي بيساعدنا عشان اعمل مين؟ سنجل سبيس. لكن السلاش لاين انا هنزل لاين جديد يبقى نيو لاين، لكن هو قال لي هنا سنجل سبيس، عايز اعمل سنجل سبيس بس يبقى مين؟ الدبل كوتيشن. بعد كده مديني كود وعايز نشوف الاوتبوت اللي المفروض يطلع معايا ايه. الكود هنا عبارة عن مين؟ عن اكس، الاكس دي عبارة عن 20 و30، وجيت قلت لك برنت اكس في 3. طيب برنت اكس في 3 معناها ايه؟ هل معناها اروح اضرب ال 3 في 20 وال 3 في 30؟ قال لا. طريقة الاكس لما تيجي تتعرف عندي بشكل الليست اللي موجود عندي دي، لما باجي اضرب اكس في 3 معناها كرر لي القوس بتاعي ده 3 مرات، كرر لي القيم دي 3 مرات، فالمفروض الريزلت 200. لا، انا مش هضربهم واجمعهم على بعض، مش هيديني ايرور لان انا عادي ممكن اعمل عمليه الضرب، ومش هيطلع لي 60 في 90 او 60 و90 مش هيطلعهم لي. لكن الريزلت بتاعتنا تبقى عباره عن مين؟ 20 و30، ادي تكرار مره واحده، وبعدين انا ضربه في 3 معنى كده ان انا هكررها 3 مرات، فادي تاني مره وادي تالت مره، يبقى اي ليست كده معايا وجيت ضربتها في رقم معناها ان انا هكرر